السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. وصلنا بالحالات الحالة رقم 14. نستعرض معكم الحالة. في عندي مريضة أفريكان أمريكان، يعني سوداء، عمرها 27 سنة، جايتني بنفروتيك سيندروم متلازمة نفروزية أو كلائية حسب الطب الموحد بالثلث الأول من الحمل. بالباس ميديكال هيستوري بالسوابق المرضية، في عندها هيباتايتس سي، التهاب كبد سي، مفترض انه غالبا اخذته بسبب ادوات ملوثة لما عملت تاتو بيوم من الايام، وعندها ارتفاع ضغط غير معالج او غير مضبوط بشكل جيد، عمرها 27 سنة. بفحصها السريري ضغطها 160/100، في عندها وذمات طرفين سفليين 2+، في عندها بفحص البول البروتين 4+، في عندها كريات بيضاء 15 كرية كريات حمراء 15 كرية بالساحة، وفي عندها كريات حمراء مشوهة بس ما في أسطوانات. من هالسلايد هذا لو قلنا شو هي الشيء اللي ممكن يعمل عندها نيفروتيك سيندروم مع ديسمورفيك ار بي سي، زين ما هي بيور نيفروتيك، ما هي فقط بيلة بروتينية، هل الحمل ممكن يكون له علاقة؟ هاي اول وحده، هي حامل بالشهر الاول، هل ممكن يكون هذه بري اكلامسيا مثلا؟ اللي بيعرف الاليه الامراضيه للبري اكلامسيا مستحيل تكون بري اكلامسيا. بري اكلامسيا سببها قصور الدوران المشيمي، وبالتالي ما بتظهر الا بالاسبوع بالثلث الاخير للحمل بحسب التعريف، من الاسبوع 20 وطالع. اذا ظهرت قبل فهذه في مشكله، ممكن تشخصها قبل الاسبوع 20 بس باستثناءات، يعني بدها طبيب حاذق ليشخص انه بري اكلامسيا، لانه بيكون مثلا حمل متعدد او غيره. بس بالشهر الاول قطعا هذه ما بري اكلامسيا ولا لها علاقه بالبريجننسي، هذه النيفروتيك سيندروم مع بيلة الكريات الحمر. اصلا بيلة الكريات الحمر والكاست والديسمورفيك ار بي سيز ما بتصير بالبري اكلامسيا. هيباتايتس سي ممكن، ما فيني اقول لا، ما حكينا انه الهيباتايتس سي ممكن يعمل اذيه كلويه. ارتفاع الضغط صعب يفسر هاي الموجودات. لو قلنا انه ارتفاع الضغط عمل اف اس جي اس مثلا، كونه غير مضبوط بشكل جيد، وهي صبية مثلا، او حتى هي اف اس جي اس برايمري مثلا او ايديوباثيك ومع ارتفاع ضغط مرافق، بس هذا بيعمل بيلة بروتينية وبيعمل نيفروتيك سيندروم، بس ما بيعمل بيلة كريات حمر وديسمورفيك ار بي سيز. فممكن يكون هيباتايتس سي، بس لا ننسى انه هي شابة، ممكن هذا مثلا ليبوس نيفرايتس ظهر عندها بالتريجر بالحمل، او هو مثلا سي 3 جلوميرولوباثي. عادة السي 3 جلوميرولوباثي او جلوميرولونيفرايتس بيكون التريجر تبعه اما اللي هي اضطرابات المتممة الالترناتيف باثوي، اما بيكون التريجر هو حمل او التريجر هو انفكشن. فالتشخيص بعده ما، يعني انا عم حاول اناقش المعلومات اللي بسلايد، بس عم حاول اشوف انه شو ممكن يكون وشو ما ممكن يكون من هالمعلومات المحدودة اللي عندي. بالنسبة لتحليل التحاليل الدموية، في عندها الكرياتينين 1.4، بول 24 ساعة في عندها 7.2 جرام، وفي عندها الألبومين 2.4، وبالتالي هي نيفروتيك سيندروم. المتممات عندها، قلنا المتممات هي مفاتيح لتشخيص هاي الحالات، انها من خلال المتممة بعرف اذا كان طبيعية او السي 3 لحالة نازلة او السي 3 والسي 4 مع بعض النازلين. فالكومبليمنت كانوا كلاهما نازلين، السي 3 كان نازلة 62 والطبيعي 80 ل 180، والسي 4 كمان كان نازلة قيمته 6 والطبيعي 10 ل 45. هذا مفتاح تشخيصي هام، هذا بيدلني على انه التفعيل المتممة عم يكون بالطريق الكلاسيك باثوي. الكلاسيك باثوي يعني ما هو الترناتيف، فهذا بيضيق شوي التشخيص عندي. فممكن الذئب يعمل هذا الشيء، ممكن الهيباتايتس سي ممكن يعمل هذا الشيء كمان، لانه بيعمل تفعيل بالطريق الكلاسيك باثوي. الروماتيك روماتويد فاكتور كان بوزيتيف، وهذا له دلالته. في عنده الميكس كرايوغلوبولين تايب 2 كان بوزيتيف، نعمل هذا التحليل، الطبيب اللي عم يتابعها كان حاذق وطلب هذا التحليل بالضبط، بيطول شوي بس طلع ايجابي عندها، وهذا موجه لتشخيص شهير. بقية التحاليل المصلية كانوا نيجاتيف او طبيعية، بس وهذا بيشمل الـ ANA، هذا عكس او against الـ SLE. DNA anti DNA كمان يعني بيعاكس تشخيص الـ SLE، صعب يكون ايجابي، صعب يكون سلبي عفوا، رغم انه في حالات نادرة بس
يعني الأشعة أنه يكون سلبي. الأنكا فاسكولايتس مثلا نفيناه هون الأنكا نيجاتيف، الأنتي جي بي إم نيجاتيف، الهيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين نيجاتيف. فصفينا مع هيباتيتس سي هل ممكن يكون؟ ربما. هذا السلايد الأول نعمله خزعة كلية مشان نشوف شو التشخيص تبعها أو شو المشكلة عندها، فحأعطيكم 5 ثواني. هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث، هذا الإمينوفلوريسنس الاي جي ام، وهذا المجهر الالكتروني. ما هو افضل تشخيص لهي المريضة؟ هل هو acute post infectious glomerulonephritis؟ هل هو thrombotic microangiopathy؟ هل هو fibrillary GN؟ هل هو diffuse lipos-nephritis؟ هل هو hepatitis C virus associated cryoglobulinemic glomerulonephritis؟ التهاب الكبد والكلية بالكريوغلوبولين، الجلوبولينات القرية المرافق لالتهاب الكبد سي. فواحد من هالتشخيص الخمسة، ما بعرف إذا كان توجهت لواحد منهم بناء على السريريات وبناء على الباثولوجي اللي شفناه. بعطيكم وقت لتثبتوا الحالة وننتقل لنقاش السلايدات. نبدأ قراءة السلايدات. بداية هذا الملون المستخدم هو PAS باس. لاحظوا اللون الأرجواني على بومان كبسول. بالنسبة للكبة الكلوية أولا منها طبيعية، لاحظوا أن اللمعات مسدودة، في شيء سادد الكابيلاري لومنز. فإيش هو اللي شيء سادد هذا بدنا نوصفه؟ هذه خثرات ثرومبوس لونها هي ايوزينوفيليك ثرومبوس، بتاخذ الباس حقيقه باس بوزيتيف، هذا هو الشيء اللي فيني وصفها. صعب اني اعلق على الاندوثيليوم وان كان يبدو طبيعي او سليم، ويعني هي نقطه مهمه ربما مشان ميزه عن نوع ثاني من الخثرات ممكن نشوفها بحالات ثانيه. في شوية زيادة بالخلوية، في عندك proliferation ميزانجل بالذات. كابيلاري حقيقة صعب اني احكم عليه، هذا اللي فيني اقرأه. هذا الملون المستخدم هو ترايكروم، لاحظوا انه بياخذ الغشاء القاعدي بياخذ اللون الازرق. لاحظوا انه لون الخثرات ثرومبوس لونها عم تاخذ لون البرتقالي، الاحمر البرتقالي، وهذا حسب ما قرأت وحسب ما راجعت بيعبر عن معقدات مناعية. لما بتاخذ اللون البرتقالي بهذه الملون ترايكروم فهي معقدات مناعية. الملون المستخدم هون هو السيلفرستين اللي بيظهر الغشاء القاعدي، طبعا الخثرات واضحة بشكل صريح. لاحظوا ان الغشاء القاعدي بأماكن محددة او اماكن خليني اقول ببعض الاماكن عم يعمل دبل كونتور، تضاعف بالغشاء القاعدي. ففي عندي proliferation، في عندي double contour، ففي عندي MPGM pattern. بس الإضافة بهذا MPGM pattern للإنجري إنه في عندي intraluminal thrombus، في عندي خثرات جوا اللمعات. بالنسبة للإمينوفلوريسنس لل IgM هو positive، توزعه pericapillary يعني أظن واضح pericapillary وintraluminal حقيقة، حتى جوا اللمعات في عندي IgM، فهي ربما شيء مميز لهذا النمط من الإصابة. فالاي جي ام موجود بحول الأوعية وجوه اللمعات في عندي intralluminal اي جي ام ديبوزيتس. المجهر الالكتروني هذه البيزمنت ممبرين، صريح انه في عندي سب اندوثيليال ديبوزيتس، ولاحظوا توزع الديبوزيتس هذه او شكلها اورجانايزد فايبريل مثلا، انه هي الى شكل مميز بتشبه بصمة الابهام، ذكروا الفينجر برينت. فهذه بهذا الشكل اللي هي بتميز هذا النمط من الإصابة. فمثل ما قلنا الباس بوزيتيف، في عندي هيالين ثرومباي. هيالين ثرومباي يعني هي خثرات بروتينية، انه المادة البروتينية عم تتراكم داخل اللومن وعم تعمل الثرومباي، عم تعمل الخثرة.
ما هي فايبرين، هذا بيميزها عن الخثرات الفايبرينية اللي هي بتكون كريات حمراء وصفيحات وبتعمل فايبرين مع بعضها. أما هون بروتينات عم تتراكم، عم تتجمع مع بعضها وعم تسد الوعاء. الميزانجل هايبر سيلولاريتي شفناها، الدبليكيشن للجي بي ام، ام بي جي ام باترن حكينا، اللون الاورنجي بالنسبه للترايكروم اللي هو بدل انه هذه معقدات مناعيه اميونو ماتيريالز. السيلفر ستين كان شوفنا السيجمنتال دبليكيشن، قلنا الاي جي ام موجود بالكابيلاري وول وموجود بالانترا كابيلاري ثرومباي. بقية الإمينوفلوريسن شوفنا إنه في بوزيتيف للكابا، بوزيتيف للآي جي جي وللامدا، يعني ما في ريستريكشن. إضافة إلى إنه كان في توضعات للسي 3 والسي 1 كيو كلاهما معا، وقلنا الآي جي إم موجود أصلا، وبالتالي الألترناتيف باث واي مو هو اللي عم يشتغل، عم يشتغل هو الكلاسيك باث واي، حكينا الحكي في بداية المحاضرة. بالنسبة للمجهر الالكتروني مثل ما حكينا، سب اندوثيليال دينس ديبوزيشن، والدياميتر تبعها 30 نانومتر. بذكركم هذا بمحاضرة الاميلويد واشباهه، قياسات الديبوزيشن او قياسات الفايبريل الها دلالة معينة، فبنضيفها هاي للفايبريلز. فالتشخيص هو هيباتيتس سي اسوسييتد كرايوجلوبينيميك جلوميرولونفرايتس، اللي هو التهاب الكبد والكليه بالجلوبولينات القاريه المرافق لالتهاب الكبد سي. الكرايوجلوبولين هي الجلوبينات اللي بتترسب بشكل ريفيرسيبل، قابل للتراجع بدرجه حراره منخفضه 4 الى 20 مئويه، هذا هي الكرايوجلوبولين. فممكن تشكل خثرات، ممكن تشكل ثرومباي بالاعضاء، وممكن تعمل انفلاميشن، ممكن سريريا تتظاهر باصابات، هي فاسكولايتس حقيقه، اصابات بالجلد، ممكن بالكليه، ممكن اعتلال اعصاب تعمل، هذه هي الكرايوجلوبولين. في لها ثلاث انماط الكرايوجلوبولين، في تايب 1 والتايب 2 والتايب 3. تايب 1 هو المونوكلونال اي جي ام، عاده بيكون كابا او اي جي جي، كمان بيكون كابا عاده. بيترافق مع ملتيبل مايلوما، مع فالدنشتروم، خاصه مع الليمفومات، وهذا الاي جي ام هي بس انه يكون في عندي زياده بالامينوجلوبولين، وبالتالي بيعمل الهايبر فيسكوسيتي سيندروم اللي بتعرفوها تبع فالدنشتروم. بالتايب 2 اللي بيسموها ميكست كرايوجلوبينيميا، في عندي مونوكلونال اميونوجلوبولين، في عندي الاي جي ام مونوكلونال بتكون، والها انتي بودي اكتيفيتي اجينست البوليكلونال اي جي جي، يعني الاي جي ام عم تهاجم الاي جي جي، هذه بيسموها الروماتويد فاكتور اكتيفيتي. ففي عندي انا هيباتايتس سي، غالبا هي هيباتايتس سي، عم تشكل له اضداد بوليكلونال اي جي جي، وهي الاضداد اللي عم يعني بتشكل الهيباتيتس سي عم يعني يتشكل لها اضداد مونوكلونال هي اي جي ام، فالاي جي ام عم يهاجم الاي جي جي، والاي جي جي عم يهاجم نظريا الهيباتيتس سي، هذا هو المعقد المناعي اللي عم يتشكل. التايب 3 عادة بيكون في بوليكلونال امينوجلوبين، سواء اي جي ام مع اي جي جي او اي جي جي مع اي جي جي، هذا الشيء بيحدث بامراض المناعة الذاتية، الذئب والاشياء منه هو الجوجرن على فكرة. إضافة للهيباتيتس سي ممكن يعمل نفس الشيء كمان التايب 3. فهدول التايب 3 والتايب 2 سوا بيسموهم الميكست كرايوجلوبولينيميا. فبالهيباتيتس سي في عندي الفيروس عم يشكل أضداد له، وهذه الأضداد عم يتشكل لها أضداد اللي هي الاي جي ام. تذكروا انه الاي جي ام هو مركب خماسي، فعم يشكل معقدات كبيرة حقيقة، هي هي اللي عم تترسب وعم تعمل لي الفاسكولايتس. لما بيكون في عندي اللي بتشوفوها هي اللي بيسموها الكرايوجلوبولين، هي عباره عن معقدات مناعيه كبيره حقيقه، هي اي جي ام اجينست الاي جي جي، والاي جي جي هو اجينست الهيباتيتس سي. فالروماتويد فاكتور هذا هو الاي جي ام، هو الروماتويد فاكتور، لذلك هذا بيسموه روماتويد فاكتور. الخثرات جوا الأوعية أو داخل الكابيلاري، هي مناظر مختلفة للخثرات، ما بعرف إذا كان لسه في عندكم لبس فيها. انترا لومن بتكون معقدات مناعية عم تتشكل، عم تترسب جوا الكابيلاري، عم تسكرها، عم تعمل انفلاميشن، ما بعرف إذا كان واضحة عليكم هون. لاحظوا إنه مثلا هي اللومن ما فيها، بس هي اللومن فيها.
نفس الكلام، ما في شيء إضافي. خثرات جوا الأوعية، لاحظوا الارتشاح بالكريات البيضاء، في شوية inflammation عم يصير أكيد. لاحظوا هون هذا المنظر مميز، انه في عندي انا هون الصب اندوثيليال ديبوزيت اللي هي الكرايوجلوبولين، هذه كريه بيضاء عم تحاول تبلع الكرايوجلوبولين وعم تحاول تتخلص منه. فهي منظر مميز ربما بهذه الاي ام. ان الفينجر برينت هي مميزه للكرايوجلوبولين، طبعه الابهام او بصمه الابهام. اقطار هذه الفايبري بيكون حوالي 25 ل 30 نانومتر. تذكروا الفايبريل ديميتر تبع الاميلويد حوالي 10، الفيبريلاري 20، الاميونوتاكتويد 30 تو 50 بيتداخلوا مع هذيك، بس هدول بيكون بشكل تيوبلز. وبذكركم بهذا السلايد وتركز على ثلاث امراض اللي هن الاميلويد والفيبريلاري والاميونوتاكتويد. هلا بنضيف عليهم شغلتين، بنضيف الكرايوجلوبولين اللي بتعمل ام بي جي ام باترن والاقطار تبعها 20 ل 30، وبنضيف الداء السكري. الداء السكري بيعمل شغله اسمها دايبيتيك فايبريلوسيس، وهي بتتظاهر بشكل فايبريلز بالنودجلز تبع الميزانجل ديبوزيشنز، او عفوا هي مو ديبوزيشن، هي ميزانجل نودجلز. فاذا شفتوا الدايبيتيك فايبريلوسيس لا تستغربوا، ربما ما بتشوفوه بالحياه العمليه، بتشوفوه فقط بالامتحانات، بس هو موجود واحد التشخيص التفريقي للفايبريلاري او للفايبريلز بالجلوميرولونفرايتس او جلوميرولوباثي حقيقه مش نفرايتس. الهيباتايتس سي بيعمل اذيه كليه ب ديفرنت باترن، ان الباترن اوف انجري الاشهر هو الام بي جي ان، بس ممكن يعمل بروليفريشن واكسوديتيف جلوميرولونفرايتس بدون ما يكون في ميمبرينس بارت، ممكن يعمل بولي ارترايتس، ممكن يعمل فيبريلاري باترن. تذكروا لما حكينا على الفيبريلاري انه لازم نعاير او لازم نبحث عن هيباتايتس سي، وممكن يعمل اميونوتاكتويد جلوميرولوباثي. فهدول السلايد هذا الهدف اذكركم انه الباترن اوف انجري هو ديفرنت ثان ديزيز، يعني ام بي جي ان مو معناته هو مرض اسمه ام بي جي ان. الهيباتايتس سي انديوس الام بي جي ان باترن اوف انجري، ممكن الهيباتايتس سي يظهر بكل هدول وان كان الاشهر هو الام بي جي ان. بتذكر الام بي جي ان انه ممكن يكون سي 3 لحال او الامينو كومبلكس، نحن هون عم نحكي عن امينو كومبلكس واللي هي ثلاث تشخيص شهيره، واحده منهم الانفكشوس ريليتد اللي هو الهيباتايتس سي، او الاوتو اميون اللي هو الاس ال اي اشعشي، والمونوكلون اللي حكينا عنه بمحاضره سابقه. تكرار اللي حكيناه سابقا، هيباتايتس سي جي ان بيعمل ام بي جي ان، بيعمل انترا لومينال بروتينز اللي هي ثرومباي، بيعمل هي الاورجنايزد انيولار تيوبولار سبستراكشرز بال اوف الكترون دنس ديبوزيتس بالالكترون مايكروسكوبي. تذكروا انه علاج الهيباتايتس سي انديوست او اسوسييتد جلوميرولونفرايتس سابقا مختلف عن العلاج الحالي. بدءا من 2013 صار في عندي مضادات فيروسيه جديده صارت تقضي على الهيباتايتس سي، وعلاج الجي ان المرافق صار مختلف. سابقا كنا نعالج بالستيرويدات مع الريتوكسيماب مع البلازما فريسس مع المضادات الفيروسيه السابقه اللي كانت علاج الهيباتايتس سي. هلا لا، ربما حسب المراجع الجديده ممكن هي تكون لوحده كافيه، وان كان ربما في دور للبلازما فريسيس اذا كان في فاسكولايتس شديد مثلا. بس الـ 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 الكلام هذا كله بعد 2013، يعني كله علم حديث وبعده عم يتطور. بتمنى انه المحاضره تكون عجبتكم، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله بنلتقي بمحاضرات قادمه.